كتسمعني مزيان؟ صباح الخير الحمد لله. مرحبا بي عندكم، مرحبا بكم عندنا هنا في تيديكس ديال مدينة خريبكه. انا فرحان بزاف اني جيت لهنا، وصراحه بحال شنو نوجد فايت لي درت واحد تيديكس ديال ديسكاو في كازا، وكانت الامور سهله لان كان الموضوع محدد وواضح. يعني خديت واحد درت واحد داتا شو ان تخوك بيان ستركتوري وصافي، ولكن ملي جيت نهضر على الاحلام لقيت راسي ما عرفتش علاش نهضر. بقيت جالس بحال هكا هذيك ثلاث ايام ندير هاك، واش يقول لي واش غنفوق البابر، واش غادي المريض، واش شي حاجه ما هي هذيك. قلت لهم لا راه عندي واحد تيديكس، وقلت لي شنو غندخل غندير نهضر بعدا على اول حوايج حلمت بهم. المشكله هي انني في الصغر ديالي ما عمري حققت شي حلم. كان عندي احلام بليده وبسيطه لكن جميله في نفس الوقت. ملي كنت في التمهيدي كنت كنحلم انه في الاول كان عندي طروس زوينه، وكنت غير يخليكم السيرو خضر وزرق واحمر وتا شي واحد ما فايض. قلت لكم يعني ما عمري حققت الحلم على الرغم من انه كان حلم سهل وكتقدر تشرى. يعني والديك كيشريو لك لاطروس كيشريو لك السيرويات، ولكن باسكو جو سوي اون بيرسون بورديليك دونك انا مرون كنت كنشتت داكشي كامل. يعني اول درس هو ان الحلم نقدروا نوصلوا ليه ولكن نقدروا نضيعوه، واهم حاجه هو اننا نحاولوا نحافظوا على الحلم ديالنا. ثاني حلم كان عندي مرة ما كنت في المدرسه هو تكون عندي طوموبيله الكترونيك، نبقى انا نكسيري ونمشي. ما عمري شريت واحد ديسكليتا صفرا صغيره، عمتي شريتها ليا الله يذكرها بخير. وفهمت بانه في بعض الاحيان الاحلام اللي ما كتكونش محلها ما كتحققش، لانه كتكون مرتبطه باشخاص واحد اخرين. حلمت بطوموبيله ولكن ماشي انا اللي غنشريها، با اللي غيشريها ليا، با داكشي ما كيدخلليش في الدماغ. سي كيلكان كو جيم بوكو، سي ان فري جيني، ولكن كتوصل مع داكشي ديال اللعب. وهذا كيقول لك خويا غير في كوليكتيف، يعني هذا كنا حنا كاملين هنا ما عندناش غير في كوليكتيف دعنا. ثالث حاجه كنت كنحلم بها هي اني من كون في الليسي نخرج مع البنت الزوينه اللي كاينه تما. سي ان غيف اي سي غيال اي جو ني با لو كاشي. علاش؟ لان الحلم كيسمح لك انه يكون عندك واحد الهدف، وهذاك الهدف اي بوتيت موتيفون بوغ اوت شوز. انا كون ما كنتش باغي نتزوج والله لا قريت. سا سي ان غيف. خرجت مع بنت ما عرفتش واش كانت هي زوينه ولا لا، وليت كنحلم على اني نتزوج بها. شي تقلد تي بغيتي تزوج شنو خاصك؟ ويلي من غير الوراق خاصك الفلوس، خاصك الخدمه، خاصك باش تشري الدار تشري الطوموبيل وشنو دير. ها هو عندي واحد الهدف بواحد الطريقه اللي هي سهله، ما كوبلي ولا اتخون كوبل ولا بوفوار ايبوزي كيلكان بوغ افوار اون في بوغ افوار اون فامي. واخا كتبقى دائما هذيك النظره اللي هي تقليديه للحياه، لان كنعرف بزاف ديال الناس اللي ما تزوجوش عندهم 60 70 عام دابا وعاشوا مزيان وخلاو البصمه ديالهم في الحياه، ولكن انا انطلاقا لواحد النظره تقليديه وانطلاقا لواحد الحلم بسيط قدرت انني نبني حياتي بواحد الطريقه اللي هي ربما صحيحه ومزيانه. اللي بغيت نتكلم عليه عاوتاني من غير انه ما تحلموش اذا كان واحد اخر هو اللي غيحقق لكم الحلم ديالكم، انكم دائما تحافظوا على الحلم ديالكم ودائما يكون عندكم اهداف واحد اخرين، لان ماشي صعيب كما كنقولوا انه توصل القمه، صعيب هو انك تبقى في القمه، على شرط انه الحلم ما عمرو يكون مصدر ديال الخوف. لان راه ما كاين اللي ماشي غير كيخاف انه يحلم، كاين اللي كيخاف انه يفقد الحلم ديالو وما كيبقاش يزيد لقدام، كيولي الهدف الوحيد اللي عنده في حياته هو انه يحافظ على داكشي. سكون ابيل كاردي لي زاكي، اي كاردي لي زاكي خرجت عليه شحال من واحد. اون اون بار دينيرجي بور كاردي لي زاكي، ودائما كتكون متعلقه بالحكمه والتدبير الجيد، هادشي اللي كيعاودوه هنا في حكومات وكلشي. الحكمه الحكمه علاش؟ الحكمه الحفاظ على المكتسبات، ودائما واحد الفصل كيكون ديال الناس كيخدموا باش يربحوا حوايج اخرين، وداكشي كيكون متعلق بالحلم. انا بغيت كذلك في اللغه الفرنسيه، ربما في اللغه العربيه ما عندناش ترجمه كامله لهاد الاشياء، ولكن بغيت الناس يفهموا بانه انني كنتكلم على الحلم جو بارل دو غيف، جو بارل اوسي دو فونتازم، اللي هو كيكون دائما متعلق بمسائل اللي حنا كنحشموا نتكلموا عليها اون بوبليك. كاين لو ديزير اي لونفي اللي هو ماشي حلم، اللي هو رغبه، ولكن دائما كنعبروا عليها على اساس انها حلم، لان حاجه ما كنقدروش نوصلوا ليها في كل مره، لان ماشي اي حاجه بغيت نديرها نقدر نديرها. بغيت ناخذ الطوموبيله نحلها ونزيد ليها. هادشي الفاصل اللي كاين ما بين الحلال والحرام وما بين الخروج على القانون وانك تكون في القانون، لانه الى جينا اي واحد يبغي يدير شي حاجه راه يقدر يديرها، ما كاين حتى شي مشكل. كل ما كانش التنظيم الديني على اساس انه الانسان في الدنيا يمكنه ان يكافئ عن ما يفعله في الاخره، حتى وان لم يكافئ في الدنيا، كون حنا قلنا كل بعضياتنا دابا. علاش؟ لانه هذا كيقول علاش هذاك عنده فيلا والطوموبيل والمراه زوينه والدراري وانا عايش براك حداه، غنمشي نحرقها وانا وياه بخير. علاش؟ لانه كونت اون فا موغيغ يوغا لو غوبو ولا يوغا لو نواغ. لا، الله سبحانه وتعالى قالنا بانه كاين واحد المكافاه، بانه كاين وسائل اخرى اللي هي روحيه ولا اللي ربما هي انسانيه اللي تقدر توصل ليها بلا فلوس، ولكن بواحد الطريقه ديال التفكير اللي كتكون مزيانه واللي كتكون نقيه. وكاين كذلك الاحلام المتعلقه بالنوستالجي. تكلمتي على نانسي، ربما دابا كتحلم انك ترجع لنانسي. تكلمنا على مسائل واحده اخرى بزاف للناس، سي الغرف
ربما كيحلم انه خدام قرا راسو عاوتاني في المنتخب الوطني، كيشوف هاد النكبات وهاد الحرب الاعلاميه اللي كاينه وهاد العمل الجامعي اللي ماشي هو هذاك، كيقول الله ما كرهتش عاوتاني كون رجعت ونقدر ماركي بيت ونعطي باس ديسيزيف ونكون انا هو كابتن ماجد. ولكن هادشي ما كاينش، اون دي غير كي سون لي انا نوستالجي واللي كيكونوا عندنا دائما، لانه حنا عندنا لا ميموار كورت، لانه التعب الجسدي كيتحيد. دائما كنقولوا لو بون فيو طون، واش انا عباد الله ملي كانت عندي 17 عام كنت كنحلم انه تكون عندي اونو دو بورت، وكنت كنمشي على رجليا وما كانش طراموي في الرباط، كنت كنشد 58 نمشي لافاك، وكانوا الدراري كيحقروني في الشوفور، الناس كيحقروني في الشوفور. دابا كنكون جالس كنلقى راسي كنقول لو بو فيو طون، لا سي باسكو لا ميموار كورت سي با لو بو فيو طون، سي باسكو اون اي اون تران داسومي دي ريسبونسابيلتي واحد اخرين. وهاد المسؤوليات اللي حنا عندنا واللي حنا كنتحدثوا عليها ما هي الا نتيجه الاحلام حلمناها قبل. هاد الجمعه حنا اللي مجموعين، هاد الاجتماع اللي كاين بيناتنا حلموا به ناس قبل منا، لان كانت عندهم قوه الحلم الجماعي. كانوا كيقولوا خريبكا تلقى واحد الوقت، واحد الوقت بحال بزاف ديال المدن المغربيه كيف شانطي وطاحونا وكل بروسيك ما كاين والو. واحد الناس قبل منا في هذه المدينه حلموا انا واحد النهار يكون واحد بنيه تحتيه، واحد النهار يكون واحد الناس غيتلاقاو مع بعضياتهم باش يتكلموا في الثقافه، واحد الناس يتبادلوا الافكار اللي حنا كنا لغايه وقت قريب شعب لا يناقش ولا يناقش. حنا كتهدى حشم عندك تقول هضره جوج كيتحيدوا التيشيرتات وكيبدا الخبيط. دابا هذه ما تولى غير معيور، لان العصا ولا صعيبه على الناس. يعني بزاف ديال الناس حلموا اننا ننتقلوا من واحد المجتمع اللي ما فيهش النقاش وما فيهش الهضره وما فيهش الانشطه الثقافيه وما فيهش حقوق الانسان، اننا نوليو ناس كنتجمعوا وكنتذكروا وكنتكلموا بلا خوف ونجبدوا اللي بغينا، الحكومه مالك اي واحد حنا كنتكلموا. ودابا خاصنا يبقاو عندنا احلام جماعيه واحده اخرى. انا كيعز عليا ملي كتجي عندي بنيته في التلفازه ساكنه في برشيد وعندها انشطه موازيه زوينين، كدير لا دونس وكدير جيمناستيك وكدير رياضه، وملي كنجي نسولها في انترفيو كنقولها فين كدير هادشي كتولي كنديرو في الدار البيضاء. وبرشيد كيف برشيد ما فيها والو، علاش؟ حنا خصنا نحلموا بانه غدا المغرب ما يبقاوش فيه لي فيل دوغتواغ المدن اللي عندهم السكان. هذا حلم مشروع، الى جينا حنا نكونوا عندنا واحد الحلم جماعي، نحلموا بانه المغرب ما يكونش فيه العنصريه ضد خوتنا الافارقه بحالنا اللي كاينين، ونفهموا بانهم راهم جايين لهنا وراه هذه حتى هي بلادهم، وغنلتقيو بالجيل الثاني والجيل الثالث وغيوليو يمكن مغاربه اكثر منا، ويكون عندنا حلم جماعي اننا حتى حنا نوليو سوسيتي ملتين بوت. ملتين بوت عباد الله، عندنا من كل اللي صوبين واحد كيجيو لان المغرب بلد قدر انه يجذبهم. وما بقاش حنا عندنا ميلتين بوت في العائلات، ولد خالتك في السويد، عمتك عندها الجنسيه الفرنسيه، اختك راهي مجيحه في امريكان، علاش؟ راه بغينا الناس حنا نكونوا هنا والناس يزيدوا يجيو عندنا. هذا حلم جماعي، وحلم جماعي ما نحققوه اذا حنا احترمنا نفوسنا اولا، واحترمنا المؤسسات ديالنا، واحترمنا العيش الجماعي اللي عندنا، وما بقيناش كنحكموا على بعضياتنا. اللي بغى يدير بحياته شي حاجه يديرها غير ما يضرش الناس اللي دايرين به، ويكون عندنا حلم جماعي كامل. ملي كنجيو نتكلموا على الحلم دي نوت اللي كنت كتبتهم، وتساءلت بعض التساؤلات اللي يمكن لنا واحد الوقت نجاوبوا عليهم كاملين، وكنقول بانه تو لي غيف بوف تيتر دي دغوا، يعني الاحلام كاملين هما حقوق عند الناس. هذاك حقك انك تحلم، وهذيك الحاجه اللي كتحلم بها هي حقك، ولكن خصنا نتقبلوا انها تكون مفرمله ولا فخيني بدي كونترينت دو في اللي كاينين. كاين شي احلام راه ما غاتحققوهمش لانه كاين شي حوايج غادي يحبسوكم، ولكن هادشي ما كاينينش انك تخلي الحلم ديالك، لا، يعني انه كيكونوا دي شونجمون. كنكون كنحلم بواحد الحاجه يمكن نولي نحلم حاجه اكبر منا، لان كنعرف بان هذيك كنضيع فيها الوقت. حاجه واحده اخرى يمكن لي سبيسياليست ما يتفقوش معايا، لانني جو بارل افيك ان فيلين و افيك ان فيكو اون اكسبيريونس بيرسونيل، ولكن هادشي انا اللي كنحس به كنتقاسمو معاكم. لي غيف بو فيدي اون بيرسون ا ديسني سي فاي بسيكولوجيك، لا يقدر تقدرش عندي اون فاي بسيكولوجيك، كتعجبني شي حاجه غريبه وكنحس براسي بانني بوحدي اللي كتعجبني هذيك الحاجه، وكنولي مخبيها بيني وبين راسي ومخبي وعندك شي نهار تبان. انا كنقول اي واحد كتعجبو شي حاجه بيزار في شكل تمشي هي طابيها في الانترنت ويشوف، راه غيلقى لي سيت ويب عليها وغيلقى عباد الله كيتناقشوا عليها، لان كل شيء الان في العالم يناقش وكل شيء يدرس وكل شيء خصنا نعرفوا شنو هو المنبع ديالو، باش اذا كان هذاك الشيء خطا غنصحوا، اذا كان هذاك الشيء صحيح نبينوه. علاش عندنا بزاف ديال لي مينوريتي اللي غيبقاو عايشين مخبيين بلا ما نذكر امثله؟ راكم فهمتوني على اي حاجه يمكن نهضر عليها. المينوريتي ما خصهاش تكون مخبيه،
الاقليات ما خصهاش تقل الفوضى. حنا خصنا نكونوا جماعه وحده وما نكونوش عندنا هذوك لي زيليكترون ليبر اللي كل مره كيخرجوا يقولوا لنا شي هضره. لا حنا مجموعين وهذوك الناس كيكونوا دي لوميير ولا دي جيني ولا دي جون كي اون لا ساجيس ولا دي جون كي ساف جيري واللي كيعاونونا نديروا شي حوايج وكيدفعونا كاملين. Les rêves ne se contrôlent pas et peuvent devenir un élément de stress. Des fois, les rêves qui ne se contrôlent pas, un de rêves dire tu le contrôles. Donc, les rêves que tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait. Quand je me suis dit que Cristiano Ronaldo, quand Marc Ibit, quand je me suis dit que je suis fait, 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 je suis fait. ومن بعد غادي نشوف شنو غندير، لانه دائما الحلم كيغذي الروح وكيعطيك واحد النظره تفاؤليه على الحياه، ولكن خاصك تخدم وخاصك تامن بانه في اي كارير ولا في الحياه ولا في اي بلاصه إليا دي غالونتيسمون إليا دي زيشيك وكاين دقات. وقال بزاف ديال الامثله هتلر قال لهم الا جاتك الدقه من اللور عرف بانك القدام. هذه واحد الحاجه اللي حنا ما كنتكلموش على الشخص ولكن كنتكلموا على الفكره. تسناو يجيكم الدق ولا جاكم الدق كونوا صحاح نكون ظهركم عامر وهزوا العصا وكملوا زيدوا القدام ما تخليوش واحد اخر يحبسكم. سمعوا الهضره لا كرونيسو سمع الهضره اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. انا مراتي ما عمري عقلت على راسي تغلطت انا وياها شي وحده سمعات بانه شي وحده قالت لهم بانهم كيهرس على الطباصل الطباصل بقيت باش نشريهم انا نهرسو. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم انا هو انه في هاد المسائل كاملين خاصنا نعرفوا بانه هذوك لي غالونتيسمون اللي كيكونوا حنا كنحلموا ملي كنكونوا صغار كنحلموا بزاف ولكن شي مرات راه كاين شي اوقات في الحياه ونبغوا تكون نوتسوفل راه ربي كيعطيك واحد السبب باش ترتاح باش تشوف باش تطور ديك الشيء وتمشي. راه دي فوتور دو فورمولا كيوقفوا شي مرات في لي زاري باش كيبدلوا لهم لي بنو وكيعطيهم ليسونس سي ان مومون باغي كتوقف. ما يمكنش كل 6 شهور تجيك بروموسيون ما يكونش كل 4 سنين في حركه انتقاليه يجيك انتقال المدينه اللي باغي وبالبروموسيون اللي بغيتي. اون با بيزوان ديتر باريسو اي دير كوني ديموتيف سي انتيرتي. علاش انا معكاس انا مابقيت كنمشي نخدم وحتى شي واحد مابقى كيبغي يخدم معايا وحتى شي واحد مابقى كيدير وهز ولاد واش عباد الله الدراري قريتهم انا قريتهم في ايكول دو جورناليزم قريتهم كوم تلاقيت واحد قريته سبقتو في الدومين 11 عام وقريتو تلاقيتو كاعي قلت له مالك قال لي هز ولاد قلت له تبارك الله عليك راه باك بلوس دو و إلا إيو لا شونس دانتيغري لا شين دون زان ستاج و بقى تجي يا صاحبي انت مازال درتي حتى شي حاجة تقول لي هز ولات علاش قال لي شي صحفي فيتو 25 عام عاد شنو دارو ما عجبوش قلت له واخا هذاك هكاك سا بو دي فوا نو باي دون ميريتوكراسي ولكن خاصك تصبر لان حنا كاملين كنحلموا واحد الحلم جماعي ونقدروا نديروا ليه اللوبيين باش الناس يفهمونا باش من بعد حنا اللي غنطلعوا غنكونوا كنقدروا ديك الساعة الانسان وكنحلموا اننا ما نتبدلوش لان بزاف الناس كيكون عندهم اكثر من هاد الافكار زوينين وكيتبدلوا ملي كيوصلوا. بغيت نقول لكم عاوتاني حاجه واحده اخرى اللي هي مهمه بزاف. اسكو اتريفير ايت اون كاليتي او ان ديفو مو بيرسونيلمون جي سين كو سي اون كاليتي سوف كونت لو غيف كيولي يعطيك واحد الحوايج عاليين بزاف كتبغي توصل ليهم وكتولي اي حاجه اللي غادي ديرها وما غاديش تكونش بحال هكاك غتقول لا. المغاربه كيقول واحد المثل كيقول لك صايم صايم وفطر على جرانه وفطر بيضا فطر كيقول لك انا صايم 100 عام وفطر على جرانه انا حياتي كلها انا كنمشي على رجلي وفي الاخر غادي نركب في سينكا وركب في سينكا هز رجليك بعدا وخدم ومن بعد غتقدر تشري طوموبيل واحد اخر. الناس اللي كيقولوا بان الدين ما بين قوسين كيمنع الانسان انه يحلم لانه فيه واحد القواعد واحد التوابيت بزاف لا الدين والايمان بالله سبحانه وتعالى وبزاف ديال المسائل نخليهم بعاد لان هذيك واحد المساله شخصيه. الله ما عمره قال لك لا تحلم ولا عمره ما قال لك ما تفكرش شي حاجه اللي هي حرام ولا حلال فكر ياك ما درتيش انما الاعمال بالنيات في العمل الحسن والحسنه بعشر امثالها ولكن السيئه كتحسب لك غير وحده ولا استغفرتي الله الملائكه كيقولوها والسيئات ديالك كيتمسحوا هادشي كنهضروا غير من الناحيه الدينيه ولا كنسكتر من هاد الرحمه والرواليه. انا هادشي اللي بغيت نعرف يعني غير باش الناس ما يبقاوش يتكلموا باسم الدين يقولوا لا والحروب اللي كانوا الحروب كانوا قبل الدين والمخاصمه كانت قبل الدين والطائفيه كانت قبل الدين وهادشي ما نجيش حنا نصفوا في واحد الحاجه لان ضد واحد الاشخاص معينين ولا لان بغينا الحريه ديالنا وبغينا نولي نخرجوا بلا ما نتحاسبوا مع حتى شي واحد غنبقاو نقدروا نخرجوا غنبقاو نقدروا نديروا اللي بغينا النهار اللي غادي نتعلموا وهادي حتى انا كنحلم بها اننا نبقاو نديروا الحاجه ونضربوا ونقيسوا. بزاف ديال المجتمعات الغربيه وهذا شيء انا احسدهم عليه عندهم لي كازينو محلولين عندهم البيرا محلولين عندهم لي بواط محلولين عندهم هذا كنت في النمسا مشيت لاون بواط دو مي عندي 21 عام باقي بالبرهوش باغي نشوف الدنيا بقيت من 9 ديال الليل حتى 6 الصباح والله هذوك الشباب اللي شفتهم تما كيشطحوا اون طرونز وما عادش دايرين قلت هاد البلاد
غدا الصباح الصبح كامله لابسه، خرج من لابوط مع 6 الصباح 10 ديال المرات كثر من هذوك الشباب بلي كوستيم كخافات ديالهم بلي طاير ديالهم البنات غاديين يخدموا بحال الترانات. فهمت بين هذيك الناس اللي كنت معاهم على هذيك الليله ما غنعاودش نلقاهم ليله اخرى، لان سيتي بيرجور دو روبو غادي يصبحوا ناعسين باش عاوتاني يخدموا سيمانه واحده اخرى. ليكسي هو اللي كيخرج على بنادم، حنا الا عرفنا نديرو الحوايج نضربو ونقيسو راه غادي نكونو مزيانين. في الاخر بغيت نعطيكم فقط امثله ديال الناس اللي تكلموا على واحد الحاجه اللي بالنسبه لي انا كتقتل الاحلام هي الفلوس. هاد لو رابور دارجون كونا، عندي فلوس ما عنديش فلوس، دا لي فلوسي خدا ليا صاحب ما عرود فلوس، بغيت تزوج بها عرود الفلوس، بغيت تزوج به طمعه فيه داير معاهم مزيان كيتسنى يولد. هادو مسائل كيحزو في النفس ملي كتجي تفكر فيهم. وكاين واحد الابيات شعريه اللي كل وحده عندها المعاني ديالها. هذا واحد السيد كان عنده الفلوس وكانوا عنده صحابو بزاف، وكان كيبان لي بان هاد المسائل هما هادوك. انا عندي صحابي وانا متاكد بان حتى شي واحد ما طمع عليا في فلوسي، كنحلم بان حتى شي واحد ما طمع عليا في فلوسي، كنكذب على راسي كنحلم. واحد النهار مشاو الفلوس هو مشى كلشي، هو يقول لهم اذا قل مالي فما خل يصاحبني وفي الزيادة كل الناس خلان. كم من عدو لأجل المال صادقني وكم من صديق لفقد المال عاداني. هذا فهم. كاين قصة واحدة أخرى ديال واحد السيد كان مزروب باغي يوصل، أنا باغي نوصل ولكن ما عرفت شنو كاين، وهذاك اللي في ديك البلاصة ما باغيش يحيد من ديك البلاصة، وهذا شاد من الفوق والآخر باغي يطلع من تحت. قالوا لي بالعربية راه كاين ماشي هي أن جاتو ولكن أشاك شون سونتون اي سون مومون، لان ما يمكنش نبقاو كدبوا على بعضياتنا نجيو نقولوا بحال اللي كيديروا لنا في بعض البرامج الامريكيه ديال الحوار ديال الطلبه، كيجي يقول لك واحد جود مورنينغ يو ار اول ليدرز انا ام ريلي براود. ما يمكنش صافي 400 واحد كلهم ليدر، وفين هي القاعده وفين هي الهيراركي وفين هي هذا الشيء. وباغي كيدخلوا كيعمروا عباد الله راسهم كلهم تو ان ليدر تو ان ليدر، انت معلم كتقرا في تو ان ليدر وانت تو ان ليدر، ومن بعد الناس ما كيبقاوش يهضروا يهضروا مع بعضياتهم. يفوز اورغانيزي اون بيرو ديتيديون كلشي باغي يكون رئيس وشي قالي على شي غادي يدوسو انا في القرايه. على ديك الشيء علاش كاين واحد الابيات شعريه واحده اخرى كيقولوا صافي راه نحبس دابا. كم من ملك رفعت له علامات ولما علامات، كم من رجال وطأوا باقدامهم قمم الجبال فزالوا والجبال جبال والجبال جبال. دابا في هذا الوقت هو المؤسسات والدوله والمسائل، لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. واحد الرجل واحد اخر عاوتاني كان عنده مشكل عشية جاو شراو ليه السلك مع السلطان، قالوا ليه راه فلان دار السلطان غير باش يدير ديك التحقيق ديالو يعزلو عشية يعزلو، ومن بعد بان بانه مرض ديك عشية ما دار والو. قال ليهم تحالف الناس والزمان فأينما كان الزمان كانوا، عادتني الأيام نصف يوم فظهر الناس وبانوا، فعودوا يا من عاديتني فقد عاد لي الزمان. واخر درجه ثاني هي ديال الناس اللي كيحلموا. واحد الدري كان خدام مع باه وكان ديما فرحان وكان كيحرث مع واحد الارض تخونكيل باينه ما كاين مشكل. واحد النهار باه جا قال لي خويا شوف راه الحياه ما تهز الحياه، جاي تخدم على راسك وبركه ما نغيف با بوتي، عندك يمكن هادشي كامل واجد ولكن راه غادي يسير اون فغطوا صافر تلاح. مشى الدري شي مشى النهار الاول ما لقاش الخدمه، النهار الثاني ما لقاش الخدمه، النهار الثالث ما لقاش الخدمه، النهار الرابع ما لقاش الخدمه، رجع عند باه كيقول ليه با والو سير قلب ما عمرك تحبس. واحد النهار راجع قاعد 3 شهور وكيقلب على الخدمه مابقاش هو ريح في واحد تحت واحد الشجره، هو لقى واحد السبع يلاه صيد واحد الغزاله وجالس كياكل فيها تلك السبع الشجره وتكر فيها سوا هذاك وعطاه. واخا هي في القصه اللي بو اي اللي كتصيد السبع سي السبع جالس هو ماشي مشكل، لكن دابا العرب بغاو يقولوا لك الاسد ايوا عطاه كلا مور ما كلا وسالا واحد الضبيع شاف كاس دايرها قاني الاخر شاط عليه الخير يعني. جا ديك الضبع وواحد الديب واحد اخر وما ياكلوا ما تبارك وما شاف حالي واحد صغير واحد تاكل هذا. ويقول والله الا فيك شوف نتعلموا من الحيوان هذا المسائل الحيوان ذكي. ونجي عند با قال لي راه عقيد الحي شنو قال لي راه واحد السبع تمرت جا واحد الديب ضرب الزرده وزاد. هو يقول ليه با واحد المساله اللي هي مهمه بزاف وخصكم تعقلوا عليها، لانه اي واحد فيكم يقدر يكون سبع ولا اسد ماشي اللي يدرع للناس، يقدر يكون سبعه مع راسه. حنا كنقولوا كون سبع وكلني. قال لهم سيدنا اريدك اسدا
تأكل من فريستك الذئاب ولا ذئبا تأكل من ضيعة الأسود.